نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رباه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية الإسلام من خلال قناة القرآن الكريم، أرحب بكم جميعا في برنامجكم الماهر بالقرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدينا الكرام، لا يفوتني في البداية أن أرحب بضيوفنا الكرام الذين يحضرون معنا في هذه الحصة. معنا أيوب قلعي. مرحبا شيخ، شكرا جزيلا على الاستضافة الطيبة. العفو، أهلا وسهلا بك. ومعنا أيضا أيمن نعيمي. مرحبا شيخ وشكرا على الاستضافة. العفو، أهلا وسهلا بك. ومعنا أيضا أسامة علاوي. مرحبا بك، شكرا على الاستضافة. العفو، أهلا وسهلا. مشاهدنا الكرام، كما تعودنا في صدر كل مجلس من هذه المجالس نعرض مبحثا من مباحث علم التجويد. كنا في حصة ماضية شرعنا في الحديث عن أحكام النون الساكنة والتنوين، تحدثنا عن حكم الإظهار، وتحدثنا أيضا عن حكم الإدغام وعن حكم القلب، وسمى كذلك الإقلاب. بقي معنا الحكم الأخير، الحكم الرابع، وهو حكم الإخفاء. النون الساكنة هذه هي النون الأصلية الخالية من الحركة، هذه النون تأتي في أثناء الكلمة وتأتي أيضا في آخر الكلمة، تثبت في الخط وتثبت في اللفظ أيضا، وتثبت في الوقف وتثبت في الوصل أيضا، وتأتي في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، يعني في حروف المعاني. هذه النون الساكنة لها أحكام، هي كذلك مثل ما للتنوين أيضا له أحكام. التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الأسماء فقط، يعني لا تكون في الأفعال ولا تكون في الحروف، وتأتي في آخر اللفظ فقط، وتثبت في اللفظ فقط ولا تثبت في الخط. بالنسبة إلى الخط يعبر عنها بكتابة الحركة مرتين، كانت هذه الحركة ضمة أو كسرة أو فتحة لا يهم، المهم أن تكتب مرتين. التنوين أيضا في آخر يثبت في آخر اللفظ، وعند الوقف يسقط هذا التنوين، تصير هذه يصير هذا الحرف المنون نونا ساكنة، طبعا يكون هذا في الوقف. أما في حالة الوصل فيتحرك ذلك الحرف بالضم أو بالفتح أو بالكسر منونا، أما عند الوقف فيكون ساكنا في المرفوع ويكون ساكنا في المرفوع طبعا والمضموم، ويكون أيضا ساكنا في المجرور والمكسور. أما بالنسبة إلى المنصوب فيبدل ألفا، تصير ألفا مادية، وسمى ذلك المد مد العوض. هذا باختصار مقصود بالنون الساكنة والتنوين. باعتبار الحروف التي تأتي بعدهما، إما أن يكون فيها حكم الإظهار، وطبعا الحروف التي تأتي بعد النون الساكنة والتنوين ليكون فيها حكم الإظهار هي حروف ستة تسمى حروف الحلق: أخي، هاك، علما، حازه، غير، خاسر. الحرف الأول من الكلمات الست هذه، كلما جاء النون الساكنة جاءت النون الساكنة قبل هذه الأحرف تظهر عندها، من هلك مثلا، من عمل، إلا في حرف الهمزة فإنها تنقل، عوض أن نقول من آمن نقول من آمن، كل آمن نقول كل آمن. هذا خاص بورش رحمه الله تعالى. الحكم الثاني هو حكم القلب، يعني النون الساكنة لما يجي بعد حرف الباء تقلب هذه النون الساكنة ميما أصلية، نقول مثلا من بعد تصبح من بعد، في وسط الكلمة أنبئهم تصبح أنبئهم، بعض
الناس ربما يستشكل عليه كيف هل هذه الميم التي انقلبت عن النون في وسط الكلمة أصلية أم أنها نون منقلبة أم أنها ميم منقلبة عن نون بسبب الباء التي جاءت بعدها؟ الجواب على ذلك النون في أثناء الكلمة في كلام العربي الميم عفوا لم تأتي بعد الحرف لم تأتي قبل حرف الباء في كلامهم قط. معنى إذا سمعنا ميما ساكنة في وسط الكلام قبل حرف الباء معناه هي نون في الأصل انقلبت ميما بسبب الباء التي جاءت بعدها. يكون في النون الساكنة مثل ما ذكرنا، ويكون في التنوين أيضا عليم بذات الصدور، هذا حكم القلب ويقال له الإقلاب أيضا. الحكم الثالث هو الإدغام، يعني تدغم النون الساكنة والتنوين في حروف معينة، وهذا الإدغام اللي هو في اللغة يعرف بالإدخال، يقال أدغمت اللجام في فم الفرس أي أدخلته في فمه. هذا الإدغام ينقسم إلى قسمين، قسم يسمى الإدغام الكامل وقسم آخر يسمى الإدغام الناقص، هذا المتعلق بأحكام النون الساكنة والتنوين. وإلى الإدغام في المجموع ينقسم إلى قسمين، إدغام كبير وإدغام صغير. الإدغام الكبير هو إدخال حرف متحرك في حرف متحرك حتى يصير حرفا واحدا مشددا، والإدغام الصغير هو إدغام حرف ساكن في حرف متحرك حتى يصير حرفا واحدا مشددا. بالنسبة إلى الإدغام المتعلق بالنون الساكنة والتنوين ينقسم أيضا إلى قسمين، إدغام كامل يكون مع حرفي اللام والراء، وإدغام ناقص يكون مع حروف أربعة مجموعة في كلمة يوم، يعني الياء والواو والميم والنون. مجموع هذه الحروف في كلمة يرملون، والتفصيل الكامل مع اللام والراء، والناقص يكون مع كلمة يوم أو كلمة ينمو. بعضهم قال النون أو في هذه العبارة يوم ذكر فيها المدغم والمدغم فيه أيضا، يعني النون الأصل أنها لا تذكر، ولذلك جعلوا مجموع الحروف لم يروا بدل كلمة يرملون فحذفوا النون منها، وجعلوا بدل كلمة يوم وينمو كلمة يوم، نعم، وأدغموا في لم يروا لكنه أبقوا لدى هجاء يوم غنه كما قال ابن بري رحمه الله تبارك وتعالى. الحكم الذي بعده يعني الحكم الرابع والأخير هو حكم الإخفاء. الإخفاء في اللغة هو الستر، هكذا بفتح السين الستر، يقال الستر هو الإخفاء يعني المصدر، وهناك الستر اللي هو ما نسميه نحن بالستار، ذلك يسمى الستر. أما الستر فهو المصدر، الإخفاء يعرف بهذا اللفظ يقال الستر يعني الأصل، كما جاء في سورة يوسف عليه السلام قال ربي السجن أحب إلي، على قراءة الإمام يعقوب رحمه الله، وقراءة الباقين قال ربي السجن أحب إلي، فهناك فرق بينهما. الإخفاء في اللغة هو الستر، وفي الاصطلاح هو النطق بالنون الساكنة والتنوين في حالة بين الإظهار والإدغام، ويكون ذلك النطق خاليا من التشديد مع بقاء الغنة، مع بقاء الغنة. قيل السبب في إخفاء النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف اللي هي حروف الإخفاء سنذكرها بعد قليل إن شاء الله، قيل لم انتفى القرب بين النون الساكنة والتنوين وهذه الحروف الخمسة عشر، يعني لم تكن هذه الحروف متقاربة وبالتالي لم يحصل الإدغام، ولم تكن متباعدة جدا فلم يحصل الإظهار، فهو حال بين حالتين، ولذلك أخفيت النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف ولم تدغم فيها ولم تظهر عندها. هذه الحروف هي مجموعة في قولهم صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. الحرف الأول من كل كلمة من هذه الكلمات المذكورة في هذا البيت هو حرف من حروف الإخفاء، صف
هو حرف الصاد، ذا هو حرف الذال، وهكذا 15 حرفا. صف ذا ثنا كم جاد، شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى، ضع ظالما. هذه الحروف 15 أو النون الساكنة لما تخفى عند هذه الحروف 15 هناك أمران اثنان. الأمر الأول متعلق بالصفات، هناك هذه الحروف في صفتي التفخيم والترقيق تنقسم إلى قسمين، بعضها مفخم يعني من حروف الاستعلاء، وبعضها مرقق. مثلا نقول الصاد والطاء والقاف والضاد والضاء، هذه كلها من حروف الاستعلاء مفخمة، والباقي الذال والثاء والكاف والفاء هذه من حروف الاستفال يعني حروف مرققة. فغنة الإخفاء إذا كان الحرف هذا من حروف الإخفاء مفخما يعني من حروف الاستعلاء تفخم هذه الغنة، وإذا كان مرققا ترقق. نقول مثلا من صلصال أو من ثضله مثلا، كنتم مرققة، من صلصال مفخمة. هذا من جهة الصفة. أما بالنسبة إلى المخرج فهناك حرفان اثنان من حروف الإخفاء الغنة عندهما، لأن الأصل في الإخفاء أو في غنة الإخفاء عند النطق بها ينقسم الصوت إلى قسمين، بعضه يخرج من الأنف وبعضه يخرج من الفم. هذا في الحكم العام عند الإخفاء أو عند إخفاء النون الساكنة والتنوين عند حروف الإخفاء. هناك حرفان اثنان من مجموع هذه الحروف 15 اللي هما حرف القاف وحرف الكاف، الصوت عندهما لا ينقسم إلى قسمين كما ينقسم في باقي الحروف، إنما يخرج من الأنف فقط، لأن جذر اللسان أو أصل اللسان أقصاه يرتفع فيسد ذلك المخرج، فيبقى الهواء أو الصوت يخرج من الأنف فقط. طيب هذان الحرفان اللي هما حرف القاف وحرف الكاف من جهة الصفة كما ذكرنا قبل قليل أحدهما يعتبر من حروف الاستعلاء اللي هو حرف القاف، والثاني يعتبر من حروف الاستفال وهو حرف الكاف. بالنسبة إلى حرف القاف نحن ذكرنا بأن الغنة تفخم، ومحل التفخيم في أعلى الفم يعني في سقف الفم، محل التفخيم يكون في موضعين اثنين، يكون في سقف الفم وعند لسان المزمار. الذي يكون في أقصى الفم يعني التفخيم الذي يكون عفوا في سقف الفم قد سد بسبب ارتفاع أقصى اللسان. ما الذي بقي؟ بقي لسان المزمار. إذا رجع لسان المزمار قليلا هنالك يكون موضع تفخيم القاف، فنقول مثلا من قبل بهذا الشكل، ولا نقول من قبل. إذا قلنا من قبل يعني فخمنا الغنة هذه في موضعين اثنين، في رجوع لسان المزمار وفي ارتفاع الصوت إلى سقف الفم، وهذا في الأصل غير ممكن. لماذا؟ لأن أقصى اللسان يسد مخرج ذلك الهواء إلى جهة الفم، ولذلك نسمع بعض الطلاب يخطئون في ذلك فيقولون من قبل كما يقرؤون من صلصال، هذا غير صحيح. محل تفخيم القاف يبقى في جهة واحدة وهي رجوع لسان المزمار. هذا بالنسبة إلى حرف القاف. أما بالنسبة إلى حرف الكاف فيحصل تماما كما حصل مع حرف القاف، وهو انسداد خروج الصوت إلى جهة الفم بسبب ارتفاع اللسان، لكن لسان المزمار لا يرجع إلى الخلف فيبقى الصوت مرققا، فنقول مثلا إن كنتم أو نقول أن كان، معناه الصوت يخرج من الأنف فقط مع بقائه مرققا. أما بالنسبة إلى القاف يخرج من الأنف فقط مع تفخيمه في موضع لسان المزمار يعني رجوع لسان المزمار. وطبعا هذه من هذه المسألة مهمة جدا لا بد من تنبيه عليها في أثناء التلاوة وأثناء التسميع، لأنه كثيرا ما يقع الطلاب فيها في الخطأ.
نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. الآن بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وذكرنا مختصرا حول هذه الأحكام كلها، وهي الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني من هذه الحصة وهو جزء التلاوة بعد هذا الفاصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعود والعود أسعد وأحمد إن شاء الله تبارك وتعالى إلى جو التلاوة. نبدأ اليوم بحول الله عز وجل القراءة من قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله. هذه الآية الأخيرة من سورة الفتح، الآية التاسعة والعشرون من سورة الفتح، يعني آخر آية منها. على بركة الله نبدأ مع أيوب قليعي. بسم الله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى،
لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. حسبك، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه التلاوة الطيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله، بارك الله فيك. تفضل أيمن نعيمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. أعيدها. كزرع أخرج شطأه فآزره، يعني الرأت هذه كلها مفخمة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. معلش أعيدها. مغفرة وأجرا، هذا التنوين بعده حرف من حروف الإدغام الناقص اللي هو حرف الواو، فتكون الغنة بهذا الشكل، مغفرة وأجرا، يعني تضغم هذه الساكنة على التنوين، تضغم عند حرف الواو إدغاما ناقصا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَاتَّقُوا اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم.
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. حسبك، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه التلاوة في ميزان حسناتك إن شاء الله. أسامة علاوي، يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. حسبك، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه التلاوة الطيبة في ميزان حسناتك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل إليكم لاستقبال اتصالاتكم والاستماع إلى تلاواتكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، نسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم والاستماع إلى تلاوتكم ابتداء من
قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله. هذه الصفحة هي محل القراءة في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم في آخر الحصة بعد قليل إن شاء الله سنقرأ الصفحة الموالية بحول الله تبارك وتعالى. من معنا الآن؟ معنا منار من ولاية بومرداس، أهلا وسهلا بك. ألو. مرحبا. أنا منار من ولاية بومرداس. أهلا وسهلا بك، تفضلي. سأقرأ آية الكرسي. بسم الله على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. انتبه بنيتي منار، يا منار. وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمهم إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. إن شاء الله بنيتي ستستمعين إلى الملاحظات بعد قليل إن شاء الله. أختنا عائشة من ولاية بسكرة، أهلا وسهلا بك. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي، مرحبا بك. وبيك. محمد رسول الله. والذين أمنوا أجداء على كل شيء رحماء بينهم تجدوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما في وجوههم نكر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج صفأه فأزهى فاستوى. أعيدي لو سمحتي. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب يعجب الزرع ويحرق بهم الكشاف حسبك، يكفي، بارك الله فيك أختي الكريمة وجزاك الله خيرا على هذه التلاوة الطيبة، جزاك الله خيرا. معنا الآن رحمة ويوسف من ولاية شلف، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. حياك الله يا دكتور. اللهم آمين وإياكم إن شاء الله، تفضلي. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا
في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون التائبون الطافعون التاجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. حسبك كافي، بارك الله فيك، شكرا جزيلا يوسف. عفوا زيد رحمة، رحمة زيد يوسف تفضل، ولا رحمة الآن، أصواتكم متشابهة. يلا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا دكتور. آمين آمين وإياكم إن شاء الله. يلا بسم الله على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. حسبك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا على هذه التلاوة الطيبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان الحسنات إن شاء الله، بارك الله فيكما. معنا الآن أختنا أم فاطمة من ولاية المسيلة، أهلا وسهلا بك. أهلا يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زادك الله من فضله. اللهم آمين اللهم آمين. تفضلي. تفضلي بالتلاوة، نحن في الاستماع، إذا كان قطع الخط نأخذ اتصال آخر. طيب معليش، قبل ذلك نذكر الملاحظات التي سجلتها حول تلاوات المتصلين السابقين. أول اتصال كان من ابنتنا منار من ولاية بومرداس. الكلام سأوجه إليك أنت أولا ثم إلى من يقوم على تعليمك
وتحفيظك كلام الله تبارك وتعالى. لا بد من التلقين الصحيح لكلمات القرآن الكريم، لا سيما ما يتعلق بالأخطاء الجلية، مثلا في قول العلم بعضها متعلق بالحفظ، لا تأخذه سنة، وليس لا تأخذهم في كلمة أخرى، ولا يحيطون بشيء من علمه وليس علمهم، هكذا بالجمع. هذه لا بد من تصحيحها وتلقينها لأبنائنا الصغار تلقينا صحيحا. المدود كذلك، خاصة المد الأصلي أو المد الطبيعي، مثلا واسع كرسيه، ولا نقول واسع كرسيه، نمد العين، لا مد فيها. أيضا كلمة يعلم ما بين أيديهم، لا نقول يعلم ما بين أيديهم، يعلم بهذا الشكل. فلا بد من التنبيه على هذه المسائل. لما يكون يعني الطالب أو الطفل يعني في سن صغيرة، قد يصعب عليه القراءة بشكل صحيح، لكن لا بد من أن نلقنه، نسمعه الكلمة صحيحة هكذا، حتى تكون القراءة سليمة بحول الله عز وجل. طيب معلش نأخذ اتصال ثم نواصل مع الملاحظات. من معنا الآن؟ أم هاني من ولاد جلال، أهلا وسهلا، يلا بسم الله تفضلي. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تلاهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حسبك، يكفي، بارك الله فيك أختي الكريمة. شكرا. عفوا. عندي سؤال. أي نعم تفضلي. تفضلي معلش. كلمة سيئة في سورة الملك. نعم. كيف نقرأها؟ وعندي المدود مد ست حركات لزوما ومد مشبع ست حركات، ما الفرق بينهما وما معناه، ما الفرق بينهما؟ إن شاء الله أبشر. وشكرا. عفوا الله يحفظك. إن شاء الله إن شاء الله ستستمعين إلى الإجابة بعد قليل إن شاء الله. نأخذ آخر اتصال إذا كان فيه اتصال، آخر اتصال حتى يكفينا الحال إن شاء الله. أم فاطمة من بسكرة، أهلا وسهلا بك، من مسيلة، يلا بسم الله على بركة الله. أم فاطمة تفضلي أختي الكريمة. أهلا. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أعد لو سمحت يا أختي الكريمة، ليغيظ بهم بكسر الهاء وليس بضمها، بهم. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حسبك، بارك الله فيك أختي الكريمة وجزاك الله خيرا على هذه التلاوة الطيبة، ربي يجعلها في ميزان الحسنات إن شاء الله. شكرا لك. نواصل مع ذكر الملاحظات إن شاء الله. اتصالي بعد ابنتنا منار عائشة من ولاية بسكرات، تلاوة متقنة ما شاء الله جزاك الله خيرا. ملاحظة واحدة فقط في كلمة تراهم، انتبهي هذه الراء فيها التقليل وليس الترقيق فقط، لا نقول تراهم ترقيق مع الفتح، تراهم بهذا الشكل، والباقي ما شاء الله جزاك الله خيرا. بالنسبة إلى تلاوة رحمة ويوسف، يوسف نبهتك على مسألة وذكرتها قبل قليل في صدر هذا المجلس، وهي كيفية النطق بالإخفاء عند حرف الكاف والقاف. لكل أجل كتاب، الصوت قلنا يخرج هنا في هذه الغنة عند حرف الكاف يخرج من الأنف فقط مرققا، فانتبه إلى ذلك، لا كل الصوت يخرج من الأنف، لا ينقسم إلى قسمين، بعضه من الأنف وبعضه من الفم كما هو الحال عند حرف الفاء أو التاء وغيرهما من حروف الإخفاء مع القاف طبعا. أختنا أم هانئ من ولاية جلال، ولاية ولاية جلال، السين في كلمة رسول، محمد رسول الله، لا نقول رسول الله، صاء كقولي صو يعني بالصاد، رسول رسول، السين مرققة وليست مفخرة. في باب التفخيم والترقيق أيضا عندنا اللام في كلمة فضلا، فضلا، اللام مرققة هنا لأن الضاد ليست من موجبات تغليظ اللام، الضاء اللي فيها القرن هذاك الإشارة، الضاء هي التي تكون سببا في تغليظ اللام المفتوحة، أما الضاد فليست كذلك. أيضا في باب التفخيم والترقيق مع حرف الراء كلمة رضوانة، الراء مرققة وليست مفخمة. مناثري السجود، الراء أيضا مرققة وليست مفخمة. أخرج، الراء هنا مفخمة وليست مرققة، والباقي ما شاء الله جزاك الله خيرا. سألت عن مسألتين اثنتين، كلمة سيئة كما قال ابن البري رحمه الله وسين سيئة سيئت بالإشمام ما اتفقا فيه عن الإمام، هذه الكلمة سيئت وكلمة سيئة تقرأ بالإشمام يعني بخلط حركة الكسرة مع الضمة، سيئة بهذا الشكل سيئة يعني تشبه الحرف الإي في اللغة الفرنسية في كيفية نطقها، مم يكون خليط بين حرف بين الكسرة وبين الضمة، هذا هو يسمى حكم الإشمام، هذا نوع من أنواع الإشمام اللي هو خلط حركة بحركة يعني الكسرة مع الضمة، ويبقى هذا الصوت إلى آخر المد يعني بمقدار 6 حركات. نعم، هذا الوجه الذي قرأنا به ونقرأ به. سألت أيضا عن المد يعني عن مصطلحي الإشباع واللزوم في المد، المد اللازم مشبع أيضا، مصطلح الإشباع يعني المد الطويل يقصد به تطويل المد إلى حد الإشباع يعني إلى أقصى حدود أو حركات المد هي 6 حركات بالطول، يكون هذا في المد اللازم ويكون هذا في المد المتصل وفي المد المنفصل طبعا لمن مذهبه الطول كوش رحمه الله. أما مصطلح اللزوم فيكون هذا المد اللازم له أنواع، المد اللازم الكلمي المثقل والمد اللازم الكلمي المخفف والمد اللازم الحرفي المثقل والمد اللازم الحرفي المخفف، يعني وين يكون السبب المد، إما أن يكون السكون ولا يكون الشدة كنقول مثلا ولا الضالين ولا كافة، هذا يسمونه المد اللازم، المد الحرفي، المد اللازم الحرفي المثقل، ويكون في الحروف مثل ما نقرأ مثلا ألف لام ميم، هذا المد اللازم أيضا الحرفي.
هذا هو المقصود، هذا يعني ما المقصود بالمد اللازم، ومصطلح الإشباع يطلق عليه ولا غيره، ليكون في المنفصل ولا في المتصل أيضا. بارك الله فيك. آخر اتصال أختنا أم فاطمة من ولاية المسيلة. أول ملاحظة بالنسبة لحرف الجيم، سجدا وليس سجدا، مرت معك الجيم في تقريبا 7 مواضع في هذه الآية وأكثر، كلها قرأتها بهذا الشكل، سجدا مثلا أو السجود، فانتبه، السجود سجدا بهذا الشكل. ورضوانا، الراء مرققة وليست مفخمة، فاستغلظ، عندنا اللام مفتوحة بعدها ظاء، الظاء صحيح أنها من موجبات تغليظ اللام، لكن إذا جاءت قبلها، إذا جاءت قبل اللام وليس إذا جاءت بعدها، فلننتبه، فاستغلظ وليس فاستغلظ بتغليظ اللام، فانتبه إلى ذلك. والباقي ما شاء الله، جزاكم الله خيرا جميعا. الآن ننتقل إلى جو التلاوة. أيوب يلا تفضل على بركة الله، إن شاء الله يكفينا الوقت، نكمل الصفحة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. حسبك، كافي، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. زيد أيمن نعيمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما. قبل المد فتبينوا أن تصيبوا، المد المنفصل 6 حركات. فتبينوا
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حسبك كافي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. واصل أسامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حسبك كافي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. مشاهدنا الكرام بهذا نكون قد أتينا على نهاية هذه الحصة، نسأل الله عز وجل
أن يتقبل منا ومنكم جميعا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سعدي وهنائي القرآن حياتي، يوم ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رباه. شكرا